الله يبارك فيك، الله يبارك الله فيك، طحت بك الجنة إن شاء الله، تبارك الله عليك، الله يعطيك الخير. جينا نستقبلوا الفريق الوطني اللي جاب لنا العز إن شاء الله، وقدام العرب وقدام إفريقيا وقدام العالم، تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الخير. داروا النية تبارك الله عليكم، الله يعطيهم الخير، بارك الله فيك، شكرا. خص البرلمان حتى هو يدير النية، البرلمان يدير النية معنا، تبارك الله عليك. لا ما مشيناش وجينا هنايا سميتو، ما مشيناش لقطر حيت علاش ما درناش الدرا، تنديروا الدرا ان شاء الله ونمشيو لافريقيا، كاس افريقيا ان شاء الله، نمشيو عند السبوعة، تبارك الله عليك، نتمنوا ان شاء الله نجيبوا الكاس، واه ما يمكنش الكاس ديالنا، الكاس افريقيا ديالنا ان شاء الله. تقدر تقول لوالد الركراكي. وليد الركراكي الله يعمر هدر. الفريق سميتو الاوتور الوطني الله يعمر هدر، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، ايا وليد راس لافوكا عليك، بطبيعة الحال زين الوليد، علاش؟ حيت بقات فينا الحال بزاف، حيت ما مشيناش لقطر وبغينا العوض ولو شوية من داكشي اللي فاتنا في قطر. بطبيعة الحال كانوا أجواء اللي هائلة، الناس تصدموا بالأجواء اللي كانوا في قطر، وحنا تندم على الحال بزاف، فما غاديش نفلتوا علينا هذه الفرصة هذه ديال استقبال المنتخب الوطني بطبيعة الحال، وهذا الشيء راه كيشرفنا، وهذا الشيء قليل اللي درنا في حق المنتخب حيت علاو بزاف، وباش انهم يوصلوا للمربع الذهبي راه شي حاجه اللي كبيره بزاف، لا شي حاجه كبيره بزاف، ومع الاباطره ديال الكره و ما عرفتش ما عرفتش نقول. المهم مدرب تبارك الله عليه، هذاك مو ولدات وعرفات شنو ولدات، تبارك الله، هذيك هي المراه، هذيك هي المراه، تبارك الله عليه، الله يعطيك الخير، هذيك هي المراه، كاع الدول اللي استعمروا المغرب ظلمناهم الا فرنسا، ماما فرنسا تبارك الله عليك. ايا جيب الخريطه ديال الصحراء كامله، جيب الصحراء ديال المغرب كان الخريطه ديال المغرب جيبها كامله وجي مرحبا بك. تبارك الله المدرب، تبارك الله عليه، تبارك الله عليه، والله الا دار اكثر ما في جهده. أيوة. هذا الشيء هذا كيشرفنا بزاف والله العظيم، واش ديروا النيه كيف ما قال، ديروا غير النيه فعلا، ومرضي الوالدين، مرضي الوالدين عمره يخيب ان شاء الله، النيه والله العظيم، النيه شوف النيه غدير برا وتخرج، والله العظيم وداك الشيء اللي كاين، تبارك الله عليك، الحمد لله، بارك الله فيك، ومغامره عشنا كاملين صراحه. المونديال ديال قطر حتى شي مغربي ما غينساه، دوزنا واحد الشهر وحنا في قطر كنعيشوا واحد الفرحه اللي ما لحد الان مازال ما تيقناهاش، كما كتشوف دابا شحال ديال المغاربه خرجوا للشارع كيتسناو المنتخب الوطني، وحتى هذا بحد ذاته نهار ما غاديش يتنسى، غيبقينا في التاريخ. وكنبغي نشكروا المنتخب الوطني، كنبغي نشكروا الجامعه المغربيه، كنبغي نشكروا بلادنا، كنبغي نشكروا اي واحد شارك معنا هذه الفرحه، وديما مغرب، ديما مغرب حتى الموت. انا ديجا تعرفوني الناس، ولكن في قطر راك عارف كيبغيو الناس يتبعوا شي واحد مشى لقطر باش ينقل لهم الاجواء تما كيفاش دايرين، وانا الحمد لله سخر يالله باش نمشي نكون من الدراري اللي مشاو لقطر ويبارطاجيو الاجواء كيفاش دايرين تمايا، الحمد لله مشينا بارطاجينا وحاولنا نشرفوا بلادنا احسن شريف، وبيان سور جينا لقطرين في العالم، وانا دابا في الرباط جيت نفرح مع اللعابه ونفرح مع المغاربه. سجلت هنايا وصورت الاغلبيه الكليب هنا، ومشيت تما وصورت شي دخول هكا بالتليفون، كملت بهم البروجي. كملت كلشي تماك الحمد لله وسخر الله، وديجا مليون ديال لي فيو. ما عندك ما تقول لهم، ما عندك تصفق عليهم وتحترمهم، وكما قال لك ديروا النيه، والحمد لله شرفونا وصلوا للكره المغربيه وبريزونتاو الكره المغربيه احسن شريط. وما عندك ما الشابو ديالي هذا، ما عندك ما تقول لهم، اصلا المغاربه راه المغاربه قلبهم كبير وكيفرحوا بزاف، وهي حاجه بسيطه شوف شنو دارت. الحمد لله، الله يجعل لي ديما فرح، الله يجعل لي ديما الفوق الفوق، الله يحفظ لنا بلادنا و ماشي على الله.